ديري لاباس عليكم كنتمنى تكونوا اون فورم نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم رجعت لكم بواحد لا فيديو نتمنى انها تعجبكم وتاخذوا منها افكار واول حاجه عواشركم يعني مباركه بالصحه والسلامه ولهنا ان شاء الله واول حاجه البنات غنبدا بها هاد الصباح هذا هو الصابون كيف ما العاده ما كيساليش دونك هنايا وضعت الملابس اللي في اللون الابيض على جنب باش نعاود نصبنهم من بعد وتما ما في ماشين لافي وضعت الالوان أو الملابس الملونه وبغيت نشارك معكم واحد المنتوج اللي صراحه رائع جدا طحت عليه وعجبني بزاف من بعد ما جربته وقلت غنشاركو معكم دائما اي حاجه كتعجبني وكنقتنع بها راني كنشاركها معكم بالنسبه للاخوات اللي كيهمهم كي الامر وبالنسبه لهذا البرودوي هذا هو بروكلان اللي كتلاحظوا الان جايب هنا باحجام مختلفه هذا هو الشكل ديالو غير بالصدفه لقيت الاخت ديالي كتستعملو لان فريمون زوين بزاف كيف ما قلت لكم البنات وهو خاص بجميع الانواع ديال الملابس يعني كيف ما كانوا الملابس ديالكم كما كانت الماتير ديالها أو النوعيه ديالها فيمكن لكم تستعملوا هذا المسحوق هذا هو واحد المنتوج الماني كيف ما كتلاحظوا على لومبلاج فيه الرايه ديال المانيا ولكن راه كيتباع في الاسواق المغربيه وبالضبط كاين في اسواق السلام واول حاجه عجبتنا البنات اللي تاخذوا هذا الحجم الصغير هو كيفاش كيتسد يعني ما كيضاش لكم نهائيا اولا لما كيبرش لان فيه داك السداد اللي كتجيب الشكل هاد هذا وكتسد باحكام يعني واخا تستعملوه يمكن لكم تعاودوا تسدوه وتحطوه في واحد المكان كيبقى محافظ على هذاك لا ماتير ديالو داك الحبيبات ما كيبرش نهائيا وما كيكونش هكا داك الكويرات وبالنسبه للاحجام كيف ما لاحظتوا كاين الحجم الصغير اللي وريتكم في اللون الازرق وكاين هذا اللي هو الحجم الكبير هو نفس المسحوق ولكن هذا بالنسبه للاخوات مثلا اللي بغيو يشريو كواحد واحد الكميه كبيره مره واحده وهذا فيه سبعة كيلو ونصف وكما لاحظتوا حتى هو في نفس الوقت يعني كينظف الملابس في نفس الوقت كيصبن كي وكيعطر يعني هادو من الاشياء كذلك اللي عجبوني فيه بزاف ما نحتاجش انني يعني نمشي نشري واحد المعطر اللي غنزيدو على المسحوق ديالي باش نعطر الملابس فهو كيدير دو اون يعني في مره واحده كديروا جوج ديال الحاجات ويمكن لكم تصبنوا ويعطر كيخلي واحد الريحه رائعه جدا البنات على الملابس هكا منعشه ملي كينشفوا كتجيكم واحد الريحه زوينه وحتى في البلاكار من بعد ما وضعتهم وطويت الحويجات ديالي ملي كنبغي نهز شي حاجه كتبقى نشم ديك الريحه في البلاكار يعني كتبقى مده طويله هنا البنات كيف ما كنلاحظوا بغيت نوريكم الحبيبات ديال ديال المسحوق يعني منين درت واحد المقارنه مع المسحوق اللي كنت كنستعمل فهادو رقاق بزاف يعني رقاقين ما كيبقاوش هكا مطبعين على الحوايج اولا ما كيكونوش واحد الكتل وسط لا ماشين لافي لان كاين بعض بعض المساحيق اللي كيكون الحبيبات ديالهم شويه كبار فكيكون لكم واحد لي تراس على الحوايج ديالكم لكم هكا من بعد ما كيتصبنوا كيبقاو باينين فهادو فريمون رقاقين البنات دغيا دغيا كيذوبوا مع الماء وكاين كذلك من ضمن هاد لي برودوي هادو السائل اللي تاهو نفس المسحوق ونفس يعني المكونات غير كان بالنسبه للاخوات اللي كيفضلوا مثلا يستعملوا السائل عوض الحبيبات في في الاله ديال غسيل الملابس تاهو كاين البنات عندهم بزاف ديال لي فورمول هذا سافون دو مارسي هو كونسونطري وصراحه زوين بزاف وتاهو فيه واحد الريحه اللي رائعه جدا وكيدير منظف وكذلك معطر في نفس الوقت من الاشياء كذلك اللي عجبوني فيه بزاف هو ان هاد لو بوشون هذا اللي كتعبروا به لو دوزاج او القياس ديال لو ليكيد ديالكم ملي تغلقوا به القرعه ما كيتكفحش لكم نهائيا في الجوانب علاش لان كما كتلاحظوا كاينه واحد الدائره وكاين واحد الدائره اخرى صغيره من فوق كتوضعوا فوق من هذاك لو بوشون واخا كيكون فيه داك المسحوق فهو كيرجع للداخل وما وفي نفس الوقت ما كيوسخش لكم الدنيا وبالنسبه لهذا السائل حتى هو عنده نفس المكونات ونفس يعني لي زافونتاج بحالو بحال المسحوق ديال الحبيبات حتى هو يمكن لكم تصبنوا به جميع الانواع ديال الملابس ديالكم وعندهم بزاف ديال بزاف ديال الانواع كاين هذاك سافون دو مارسي كاين هذا ديال الاوريجينال وكاين كذلك انواع اخرى كما قلت لكم تلقاوهم كاملين في اسواق السلام وطبيعه الحال البنات كنصحكم دائما بالنسبه للدوزاج او القياس ديال ديال المسحوق اللي كديروا في الاله ديال غسيل الملابس دائما شوفوا على حساب شحال عندكم ديال الملابس في الاله يعني شحال لا وش واش نقيين واش مسخين واش خصكم دوزوا لهم غير واحد خفيفه يعني كل حاجه غدوا لها العبار ديالها والقياس ديالها باش ما ديروش كميه كبيره وما ديروش كميه قليله في نفس الوقت ونفس الشيء كذلك البنات بالنسبه للحراره ما نصبنو نصبنوا كاع الملابس اللي عندنا في نفس الحراره مثلا نعطيكم واحد ليكزامبل اللي ساهل بزاف مثلا عندكم الملابس البيضاء اللي ما كتكونش متسخه يعني في غير هكايا مثلا العرق ديال اليوم مثلا فيمكن لكم تصبنوها فقط على 40 درجه اما الا كانت عندكم ملابس بيضاء او الفاتحه اللي مسخه يمكن لكم في هذا الوقت تصبنوها على درجه الحراره 60 يعني هادو من الاشياء البسيطه ولكن مهمه بزاف كتلعب دور كبير واخر حاجه غنقول لكم هي البروغرام ديال الاله دي الغسيل الملابس بطبيعه الحال كل اله وعندها البروغرام الخاص بها ولكن حرصوا على ان منين كنا كنغسلوا الملابس ديالنا نعرفوا اشنو كنغسلو يعني الا كان عندي مثلا حوايج ديال القطن نقلب نشوف واش عندي واحد البروغرام اللي خاص بالملابس ديال القطن كان عندي مثلا لي تجين ندير واحد البروغرام خاص بلي عندي ملابس اللي جدا متسخه غندير واحد البروغرام اللي فيه لافاج تري سال باش هكا تغسلوا مزيان وتفركوا مزيان فهادو من الاشياء كذلك اللي مهمه بزاف كتخليكم تحتفظوا اولا تحافظوا على الغسيل ديالكم وعلى الملابس ديالكم مده كنتمنى كنت البنات اللي دائما كسوني على آلة الصابون وكذلك المسحوق اللي كنستعمل يكونوا كيشاهدوا هذا الفيديو اليوم ورجعت لكم البنات لان غنكمل معكم الفيديو ولكن ماشي من داري غادي نمشيو نفطرو عند اختي ان شاء الله هنا في الطريق ملي كنا غاديين دزنا الايكيا ولكن الصراحه البنات لقيتها عامره بزاف مترطقه ما قدرتش نصور لكم لان كان زحام وكما كتعرفوا في ليش الانسان كيكون مزروب كلشي كيجري كي لي كاس كانوا عامرين فتقديت شي حويجات بسرعه وخرجت يعني ما تعطلتش نهائيا هنا خديت شي حويجات ليا للدار وخيت كذلك واحد هكا هاد لي بوجوار هادو قلت غنديهم للاخت ديالي هديه صراحه كيعجبوها هادوك اللي عندي انا في الدار في اللون الاسود وقلت هي غناخذ لها هادو في اللون الابيض هنا خديت هذا ديال العلاقه ديال الحوايج حتى هي صراحه كتنفع هكا الحويجات بالنسبه للناس اللي كيبغيو يكون عندهم هكا شويه ديال في البيت ينقصوا شويه من الماريو هادوك راهم كينفعوا المهم انا غنوريكم هاد داكشي كامل من بعد اون ديتاي خيز ديك الطبيصلات هادوك دائما كناخدهم الطبيصلات والزليفات هادوك كنقول لكم هرس ورد كينفعو بزاف يعني وكتلقاوهم موجودين صافي البنات هنا وصلنا عند اختي وغير بالصدفه لقيتها واخده واحد لو سيرفيس رائع البنات من بيم قلت نشاركوا معكم بالنسبه للاخوات اللي كيهمهم الامر يلا خدته اليوم مع انه كان في ذاك العروض ديال اليوم الجمعه وحتى هي لقاتو غير بالصدفه يعني بحالي ما كتشيش بزاف البيم غير بالصدفه مشات وسط الاسبوع ولقاتو ف كيجيب الشكل هذا هنا كاين هاد الطبيصلات اللي فيهم هاد اللوين هذا هاد توصل هادو لي كي مويان كيديروا ب 25 اولا 29 درهم للواحد هاد الزليفات كيديروا 20 درهم للوحده هادوك الطباسل لي مويان كيديرو ب 20 درهم للواحد يعني كل حاجه خديت منها 6 6 6 هاد الكويسات بحال عندي انا اللي كنت وليتكم اخر مره ب تسعين درهم غير وكان هي خداتهم شويه لونهم مغلوق يعني اللي غيجيها مع دوك سيرفيس انا هادو شويه فيهم واحد الاسود داكن في, الـ في القعر ديال الكاس كيجي هكا واحد التشكيل زوين بزاف هنا واحد لي بريزونطوار ثلاثه كل واحد كيدير درهم حتى هو زوين بزاف غنركبو وغنوريكم الشكل ديالو صراحه واحد الاواني اللي غزالين رائعين جدا واحد لا ماتير اللي زوينه هادو كذلك دي سالا دي على على حده كل واحد كيدير 40 درهم حتى هما زوينين بزاف هادشي كامل بس غادي تغسل نتغسل نحيد لي زيتيكيت ونغسلوهم باش من بعد نوريكم الشكل ديالهم كتيجي هكا في المائده واحد المائده كتجي هكا زوينه وفيها كلشي اونيفلون واحد وهادو هما لي بريزونطوار للاسف ما في اللون الاخضر لانه هاد لونسومبل فيه الخضر والاسود بالنسبه لي بريزونطوار بقاو فقط اللون الاسود ولكن صراحه هما زوينين بزاف يكون هذا هو الشكل ديال الاواني من بعد ما غسلناهم ونشفناهم وضعناهم فوق المائده بهذا الشكل هذا جو صراحه زوينين بزاف هنا الا لاحظتوا البنات الاخت ديالي خدات ثلاثه ديال لي بول في اللون الاسود وثلاثه في اللون الاخضر نفس الشيء بالنسبه لهذوك الطبيصلات اللي متوسطين وهذوك اللي كبار راه فيهم الالوان بجوج يعني يا اما تقدموهم بهذا الشكل زلافه في الاخضر مع سوبول في الاسود اولا زلافه في الاسود ولا في الاخضر يعني كيبقى لكم هكا الاختيار ما تاخذ لون واحد باش يجي هكا دكشي وهذا هو الشكل ديال الكويس كيف ما لاحظتوا كيجي شويه مغلوق في الاسفل وهذا هو الشكل ديال لي من بعد ما ركبناهم كيف ما لاحظتوا فيهم غير جوج ديال الطبقات حتى هما صراحه زوينين بزاف كينفعوا يعني في رمضان او من غير رمضان سواء في جوج ديال الطبقات او لا ثلاثه هذا النوع ديال لي بريزونطوار كينفعوا لانهم كيخليكم لكم واحد لي كبير يبقى لكم في المائده وتحطوا حويجات اخرين يعني حسن ما تحطوا كل شيء في الاناء اللي كيكون هكا حاني كياخذ لكم بزاف في الطبله هما لي بوجواغ اللي وريت لكم البنات اللي خديت من ايكيا صراحة زوينين بزاف هاد اللون الابيض هادوك اللي عندي راكم شيفينهم في اللون الاسود ولكن عجبني هاد اللون كيجي هكا نوتخ بارد اول مرة كنت شريتهم انا صافي تخي لونطو مكنتش لقيت هاد اللون هذا لقيت فقط هذاك الكري والاسود ولكن مؤخرا جابوا هاد لي بلون هادو زوينين بزاف وانا عندها الاتات شويه يعني صومب عندها الباركي في اللون المارون فله في حطتهم في الارض يجيها حسن الشكل اولا اللون ابيض حسن من اللون الاسود داكشي علاش فكرت قلت ناخذهم في هاد اللون هذا